أكره الطائف لو ابن أبوي يصير. عيد وياي عيد وياي عيد وياي. أكره الطائف لو ابن أبوي يصير. وأحب السن يكون اسم ابن ترقية. خادم عمامي طياوي من قبيلة الدبات بير شيخ فلحي قال في محكم كتابي تعالى: كنتم خيرا متخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عدنان الصايح خادم شمر. قبيلة شمر الصايح هي أحد قبائل شمر اللي تنعد من حائل إلى جنوب العراق. قبائل شمر تنقسم قسمين يعني: الطيف الشمسي والقمري. الطيف الشمسي والقمري هي أنه سكنة الديرة، يسكن في مناطق الشمالية، يكون من المنطقة الغربية ويسكن مناطق الفرات والجنوب. هذا يعني ما يجعلنا احنا متفرقين، لا بالعكس متحاببين. بالنسبة للشمر بطن من بطون طي، واكبر بطن من بطون طي هم طياوين. شلون يتقاتلون اولاد العم؟ ما يصير نزاع نهائيا. واذا كان خلاف بسيط فتكون نحن قبائلهم الثانية نتدخل بين الطرفين لحل هذه القضية، لأن إحنا مصاهرين فيما بيننا، أخوة دم واحد. بشماغنا الأبيض الأسود الأحمر أجمل ما بينا هو مثل باقة الورد متعددة الألوان تزهو الناظرين. ترى الشيعة والسنة للمقص ذرعان، اللي يطب بيناتهم ينقطع تالية. أي أمور تحدث في قضايا عشائرية، في نزاعات، بالأفراح، تلقى أمارة الطي هم السباقين لإخوتهم في الجنوب. وشفتوا من صارت مؤتمرات وكانت اجتماعات وكانت لقاءات وكانت أمور تعبوية بالنسبة للمشايخ وعتها أبنائها اللي يحمل السلاح، لكل بالنسبة سرية أو فوج وغيره محتاج أن يتعبؤون معهم، والكل تدافع عن هذا الوطن وهذا البلد. الموصل ليست محافظة نقول تابع العراق، الموصل أثرية، يعني بمعنى وقف، لأنه بها آثار وبها أنبياء وبها رسول. فشمر والقبائل اللي متصاهرة شمر وكل عراقي شريف ما يقبل يطل الموصل. الكل ضحت ودماءها لحد الآن موجودة سائلة على أرض محافظاتنا في الشمال. وتشهد بالنسبة لصلاح الدين أكو امرأتين، أم أحمد والثانية أم قصي، ذني نساء عراقيات. والله لو كان الأمر يرجع إلي وهذا لأنصب تمثال لهؤلاء الاثنين. إيش قد خلصاً من الناس، ما تتفرق بأن هذا ابنها سني وهذا ابنها شيعي. اثنين الحادثة اللي صارت جسر الأئمة والشخص اللي بالأعظمية عثمان، فهذا الشخص عرف بين هذا السني وهذا الشيعي، ضحى في نفسه الله يرحمه. والكل اسمعني، سني أو شيعة، طالما نشرب من دجلة والفرات والهواء عراقي والأكل عراقي، مستحيل أن يتغير العراقي.